بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نكمل مع دروس اللغة الفرنسية لسنة الرابعة ابتدائي، درس صفحة 48. نبدأ مع بعض. Je lis et j'écris. أنا أقرأ وأكتب. درس اليوم كما كتلاحظوا راه حول الادجكتيف، يعني الصفة. نبداو الدرس مع بعض ومن بعد نقراو النص هذا. الادجكتيف يعني الصفة، ساكورد اون جونغ ماسكولا فيمينا اي اون نومبر سينغولي بلوريال افيك لو نون كي كاليفي. ما معنى هذا باللغة العربية؟ معناه انه الصفة تتبع الموصوف في التأنيث والتذكير في المفرد والجمع. يعني مثلا نقول رجل كريم. كريم هي الصفة، ولكن إذا قلنا امرأة كريمة، يعني هنا كريمة هي أيضا صفة تتبع الموصوف، تتبع بما أنها مؤنث صفة حجي مؤنثة. إذا كان الموصوف مذكر صفة حجي مذكرة، داكو؟ نفس الشيء في اللغة الفرنسية. إذا لاديكتيف هي الصفة. ناخدو بعض الأمثلة باش نفهمو. مثلا نقولو ان بوتي غارسون، يعني ولد صغير. حتولي لو كان نقولو اون في، حنقولو بما ان لو نو هذا راهو مؤنث، اذا الصفه حتجي مؤنثه. اذا حنقولو لاديكتيف يعني حتجي فيمينا مؤنث. قولو اون بوتيت، نضيفو فقط او، اون بوتيت في. هنا لو نو راهو مذكر ماسكولا، الصفه هذه هي الصفه تاتي مذكره ماسكولا. إذا كان لو نو فيمينا يعني يجي الاسم يكون مؤنث، الصفة حتكون مؤنثة. داكوغ، نزيدو مثال واحد. نقولو ان بونتالون فيغ. نقولو اون روب، ماذا نقول؟ une robe verte. le nom هنايا جا مذكر masculin، اذا الصفه جات مذكر vert. le nom هنا جا féminin، اذا الصفه حتكون l'adjectif حيكون féminin verte. قولوا un pantalon vert، une robe verte. مثلا زيدو مثال واحد. un ciel bleu يعني سماء زرقاء. نقولو une mer يعني بحر. une mer، ماذا نقول؟ une mer bleu، هنضيفو او. اذا هنا قلنا سماء، سيال هي سماء، اذا الصفه حتجي مذكره bleu، نكتبوها بهذه الطريقه. ولكن اذا رجعناها une mer يعني بحر، هي مؤنثه في اللغه الفرنسيه، بحر نقولو bleu، نضيفو له داكوغ، يعني يولي مؤنث، نديروه مؤنث. ان سيال بلو اون مير بلو، لو هذا لا ينطق. داكوغ، نتمنى انه يكون واضح. ولكن حذاري، ليس في كل الاحوال نضيف فقط او في لادجيكتيف. داكوغ، ليس في كل الاحوال. هناك بعض لي زادجيكتيف اللي تتغير كاريمون، يعني تتبدل. مثلا هنا مثلا جولي تولي جولي، نضيف فقط الاو، سهله. غون في المؤنث تولي غروند، هذه صفات دي زادجكتيف تولي غروند، نضيفو فقط او، سهله. بيتي تولي بيتيت، نضيفو فقط او. ولكن حذاري، هناك بعض لي زادجكتيف اللي تتغير في المذكر للمؤنث. مثلا بو جميل للمذكر، بال جميله. ان بو غارسون ولد جميل، اون بيل في بنت جميله. اذا البو تولي بال، راهي تتغير، حفظوها هذه سورتو. هذه بلون ابيض، بلونش بيضاء، هذه راهي في المؤنث. ادجكتيف هذه راهي في المؤنث، هذه راهي في المذكر. عندنا مثلا غرو
غروس أمين غروس ندوبليو الأس ونضيفو أ غروس باردون بون 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 جيد جيدة بون نضيفو ديرو دو زان أ فخون يعني صريح الولد نقولو صريح فخون فخونش فخونش يعني صريحة ان غارسون فخون ولد صريح اون في فخونش بنت صريحة داكور هناك بعض لي زادجكتيف لي تتغير تتغير من المذكر المؤنث لكن هناك البعض منها اللي نضيف فقط الاو احفظوها هذو هذو هما اللي يقدروا يطيحوا لكم منهم مع البو وبال هذوما بلون بلونش هذه اللي هنا حاولوا انكم تحفظوهم لانها ممكن يعني من بعض الامثله نشوفهم في لي سوجي يطيحوا بزاف بوتي غون جولي بو بلون يعني هذو راجعوهم ليه اذا نكملوا حنا درك مع الدرس تاعنا هنا في لو نو سي لو نو يعني الاسم قالك اون فيت حفله كي نضيفوا لها ادجكتيف بما انها الحفله راهي مؤنثه حنقولوا اون بون فيت اون بون فيت يعني حفله جيده نبداو مع الدرس لي لي فراز اقرا الجمل لوليفيي دو لا كولين لوليفيي دو لا كولين لوليفيي هي شجره الزيتون الهضبة يعني شجرة الزيتون الهضبة وشجرة الزيتون التل يعني هذه الشجرة راهي موجودة في هضبة في تل مكان مرتفع نوعا ما لوليفيي دومين لو غران اوليفيي او فياج بلو بريسك نوار دو كوتي فيرنيسي باردون كلير بريسك بلون دو لوتر Aux alentours des villages, en haut de chaque crête, le fond sombre de l'olivier disparaît, remplacé par le tapis vert, tendre des orges, de cerisiers ou de figuiers. Pardon, excusez-moi, je vous prie d'excuser. لوليفيي دومين يعني شجرة الزيتون تهيمن شو متني كأنها في مكان يسمح لها أنها ترى كل شيء في مكان تخليها تهيمن على النظرة ترى كل شيء. Le grand olivier شجرة الزيتون الكبيرة feuillage bleu يعني feuillage أوراق أوراق bleu زرقاء presque noir يعني تقريبا سوداء du côté vernissé يعني من جهة من جانب مزجج clair presque blond de l'autre يعني فاتح تقريبا بيضاء من جهة أخرى aux alentours des villages يعني نواحي القرية les villages القرى pardon في نواحي القرى يعني في أعلى دو شاك كريت في أعلى كل سلسلة لو فون سومبر دو لوليفيي ديسباري يعني العمق المظلم لشجرة الزيتون يختفي يتلاشى يختفي رومبلاسي بار لو تابي فير توندر دي زورج يعني يحل محلها سجادة خضراء ناعمة ديزورج للشعير يعني نوف هذيك المنطقة بعد ما كانت سوداء فصل الشتاء تحت الشجرة يكون سوداء هذيك المنطقة يعني نوف فيها الشعير الأخضر تولي جميلة خضراء دو سوريزيي أو دو فيجيي سوريزيي هي شجرة الكرز أشجار الكرز أو دو فيغيي هي أشجار التين لي سوريز هما الكرز سوريزيي هي شجرة الكرز لي فيغ هما التين فيغيي شجرة التين أوليف لي زوليف هما الزيتون أوليفيي هي شجرة الزيتون كومون إي لو فوياج دو لوليفيي هنا طرحوا بعض الأسئلة حول النص كومون إي لو فوياج دو لوليفيي كيف هي أوراق شجرة الزيتون
هنا نشوفوا كلمة لو فوياج، هاي اللي كلمة فوياج، كيف هي أوراق شجرة الزيتون؟ نقولوا لو فوياج دو لوليفيي، نحيو علامة استفهام ونقولوا اي لو فوياج دو لوليفيي اي، كيف هو؟ بلو بريسك نوار دو كوتي فيرنيسي، كلير كلير بريسك بلون دو لوتر. هذه هي كيف هي اوراق شجره الزيتون، هي زرقاء تقريبا رايحه للسواد من جهتين، تكون فيرنيسي فاتحه تقريبا بيضاء من جهتين اخرى. داكور، يعني هذو هما اوراق كيف تكون اوراق شجره الزيتون. يعني نبداو منها، نقولوا لو فوياج دو لوليفيي اي، نكتبوا كحل الجمله بلو بريسك نوار دو كوتي فيرنيسي كلير بريسك بلون دو لوتر. داكور، كيل سون les arbres cités dans le texte. ما هي كل، يعني ما هي الأشجار، les arbres، les arbres هما الأشجار، الأشجار المذكورة cité يعني المذكورة في النص. ذكرونا ثلاث أنواع من الأشجار اللي هي الأوليفيي، هي مكررة أوليفيي أوليفيي. داكور، إذا عندنا نقولوا لي، نكتبوش هادي، نقولوا les arbres cité dans le texte sont. هذه نحيوها، علامة استفهام نحيوها، داكور، بوان دانتيروغاسيون نحيوها. نعاودو لي زاربغ سيتي دون لو تيكست سون. اوليفيي ولا تكتبو لوليفيي هكا بالابوستروف، لوليفيي، سيريزيي، فيغيي. داكور، شجرة الزيتون، شجرة الكرز، شجرة التين، هذو هما الأشجار المذكورة في النص. encadre pardon encadre les adjectifs، encadre يعني ضعها في إطار، نضعوا les adjectifs اللي نضع les adjectifs اللي هي الصفات داخل إطار. نشوفوا الصفات، grand grand راهو adjectif، نديروه في إطار. bleu، كاع الالوان، جميع الالوان هي سي ديزاديكتيف صفات، جميع الالوان هي صفات. بلو، نوار اديكتيف اسود، كلير فاتح صفه، بلون ابيض ابيض اديكتيف، سومبر مظلم اديكتيف، فيغ أخضر أديكتيف صفة، توندغ يعني ناعم صفة. هذو هما الصفات الموجودة في النص، عندنا غران بلو نوار كلير بلون سومبر مظلم فيغ توندغ توندغ، هذو هما الصفات الموجودة في النص. لي à haute voix، لي à haute voix، اقرأ بصوت مرتفع. سي ان جولي بونتالون، قولوا نديروا لا ليزون، قولوا سي ان جولي بونتالون، انه سروال جميل. سي اون، نديروا لا ليزون، سي اون جولي روب، سي اون جولي روب، انها تنورة جميلة. بما أن غوب راهي فيمينا مؤنثة، صفة تجي مؤنثة، داكور، لاديكتيف تكون فيمينا. بما أن لو نو هنا جا مذكر ماسكولا، إذا الصفة لاديكتيف تكون ماسكولا، داكور. ما تقولوليش لماذا هنا لاديكتيف أحيانا تجي قبل لو نون واحيانا اخرى نلقاوها بعد لو نون كيما في هذا المثال. هادوما هي انواع لي زاديكتيف، مازال ما قريتوهمش، ما نتعمقوش. كاين لاديكتيف ايبيتيت ولاديكتيف اتريبو، هادو من بعد تشوفوهم، ولكن المهم انك تعرف وراه لو نون باش تعرف لاديكتيف اسكو ديرها مذكره ولا مؤنثه. اذا كومبليت لي فراز او فيمينا، اكمل الجمل الى المؤنث. هنا وقال لك ملها لي للمؤنث. سي تان، نديرو لا ليزون، سي تان تان غران كاميون، انه
إنها شاحنة كبيرة. ما نترجموش قلنا من اللغة العربية الفرنسية العربية، لأن كاميو هنا راه مذكر داكوغ. غران كاميون نقولو سيت اون، هنا امبولونس، امبولونس يعني سيارة إسعاف، هنا راهي مؤنثة. إذا هنا واش حنديرو؟ قال لك هنا رجع المؤنث سهل، نقولو اون غروند. هنا طلب لك فقط ترجعها للمؤنث، إذا غران تولي غروند. سيت ان بوتي بوس، حافلة صغيرة، بوتي بوتي هو اللي نرجعه للمؤنث. سيت اون بوتيت، هذو تحويلات للمؤنث سهلة اللي نضيف فيها فقط او. سيت ان فيلو بلو، انها دراجة زرقاء، هنا راهي في المذكر في اللغة الفرنسية. سيت اون موتو، انها دراجة نارية. بلو، لو بلو سهل، هنا نزيد له فقط الاو. هنا عندكم من المذكر المؤنث هو التحويل السهل اللي فيه فقط نضيف او. غران غروند، بوتي بوتيت، لو بلو نزيد له فقط او في الاخر. هنا رمارك، ملاحظة، رمارك حاب يقول ملاحظة. بو تولي بيل، جميل جميلة، بلون بلونش، أبيض بيضاء. إذا هنا التحويلات اللي تكون تتغير من المذكر إلى المؤنث. سي دي زادجيكتيف أيضا، هذه عبارة عن صفات. نكتمم الدرس. سان إي لاتر، أصوات وحروف. لي لي فخاز افيك لا بون انتوناسيون، اقرأ الجمل ب يعني نغمة جيدة بنطق جيد. كلاس لي مو دون لو تابلو، وضع الكلمات في هذا لو تابلو في الجدول. او سي غرو اي غرا، او سي غرو اي غرا، ما نقاوش الاس. C'est grand et gris. Ah, c'est grand et gris. Avec deux grandes bagues. Quel beau combattant. Il a gagné au karaté. إذن هذه الجمل طلب منا أن نأخذ بعض الكلمات نضعها في هذا الجدول. le son c le son g، هنا نقراوه وكأنه son g g g، وهنا le son c هنا ينطق ك داكور. لماذا؟ كي نجيو لهنا للنص نشوفو لهاد لي فراز. غرو 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 غرا غرا غرو غرا. إذا حنكتبو هنايا لو صون غ هو غرو غرا غران غري، راهي مكتوبة كلها بالأحمر. غران غري، غران كبير، غري رمادي. غروند باغ، غروند باغ. إذا غروند وباغ، باغ هي خاتم. غاني غاني، نضيفو غاني. باردون أعتذر. داكور، نضيفو غروند باغ غاني، يعني هي قال تقريبا قال لي مكتوب بالاحمر تكتب في لو سون غ. لو سون سي اللي هو ينطق ك في هذه الحاله. كيل كيل ك، هذا ينطق ك، حذاري هذا كاين انواع اللي ينطقوها ك. في الك عندنا لو سي ينطق ك، ينطق ك في حال يعني ينطق ك كانه كاف، اذا كان مع الا، اذا كان مع الاو، اذا كان مع الاو. قولوا كا كو كو، كا كو كو. ويوجد هذا ايضا ينطق ك ويكتب هكذا، هذا ايضا ك، هذا ايضا كاف داكوغ، هذا ينطق مع كاع لي فوايل، كا كو كي كو كو كونك يعني ك. وعندنا نوع اخر من الك اللي هو يكتب بهذه الطريقه كيما كاراتي داكوغ. إذا عندنا ثلاث أنواع اللي تكتب بها الكاف،
عندنا الكا لو سي اللي ينطق كا مع فقط هاد الثلاث حروف كا كو كو داكور. وعندنا الكو كولون هذا اللي هو كا ايضا ينطق كا في جميع الحالات. وعندنا الكا هذا ايضا اللي ينطق في جميع الحالات كا كا كو كو كي كون كو ما عندوش فقط لو سي اللي ينطق مع هاد الثلاثه كا كو كو داكور. اذا هنا كتشوفوا لو كو بحالاته الثلاث عندنا كال لو سون سي هنا ولكن ينطق كو حذاري عندنا كال عندنا كومباتون اللي هو سي ولكن ينطق كو كوم باتون وعندنا الكا كاراتي هنا حذاري كي تلقاو الا كا كو كو ولكن ايضا اذا كان الان كان 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 كون داكور يعني المهم يكون هنا ا ولا هنا او ينطق كاف كان كون كي نزيدو الان ولكن هنا كا كو كو داكور. نتمنى انه يكون واضح. هنا ديكتي بمعنى املاء هذه ديكتي يعني كما نقولوا حنا نخلو التلميذ يشوفها خطره زوج يلاحظها يقراها ثم ندير له عليه ديكتي لو غران اوليفيي le grand olivier au feuillage bleu et noir clair et blanc domine la colline. هنا وصلنا الى نهايه هذا الفيديو الى فيديو اخرى باذن الله. اترككم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.